السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ترحيب، ونرحب أيضا بمستمعينا الكرام عبر تردد 97 FM. ونمسيك بالخير يا عبد الرحمن. الله يمسيك بالخير يا سلطان، وحياكم الله مشاهدينا. نستقبل كوكبة من الشباب القطريين الواعدين والمبدعين في عدة مجالات، منها التكنولوجي والمالي، إلى جانب سلسلة من التقارير التي تواكب الأحداث والفعاليات في الدولة يا سلطان. نعم يا عبد الرحمن، وفي البداية نظمت وزارة البلدية بالتعاون مع لجنة المقاصف المدرسية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي يوما توعوي لموردي المقاصف المدرسية الذين تم اعتمادهم لتوريد الوجبات المدرسية للمقاصف بالمدارس الحكومية لعام 2023-2024. تفاصيل أوفى، خلونا نشوف هذا التقرير. في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، نظمت وزارة البلدية بالتعاون مع لجنة المقاصف المدرسية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي يوماً توعوياً لموردي المقاصف المدرسية الذين تم اعتمادهم لتوريد الوجبات المدرسية للمقاصف بالمدارس الحكومية للعام 2023-2024، وذلك لشرح أهم الاشتراطات الواجب توافرها في مطابخ التوريد واشتراطات المواد والأغذية والعاملين لضمان توريد وجبات صحية وآمنة لطلبة وطالبات المدارس. استعداداً لبداية عام دراسي تمنى فيه التوفيق لجميع طلابنا، قامت لجنة المقاصف المدرسية مشكورة بتجهيز المقاصف وإعداد الموردين لتوريد الأغذية لطلابنا الأعزاء. كل عضو أو كل جهة قامت بدور منطبها، يعني مثلا وزارة الصحة مشكورة في إعداد الغذاء الصحي، السعرات إلى آخر من الأمور، البيئة، جمعية السكري، هذا كلهم موجودين وكل من له في دوره. أتمنى يعني عام دراسي موفق لأبنائنا، وأتمنى التوفيق لجميع الأعضاء وجميع الجهات ذات الصلة. يأتي هذا اليوم التوعوي لموردي المقاصف ليكون فرصة قيمة لتعزيز الوعي بأهمية تقديم وجبات صحية ومتوازنة في المقاصف المدرسية، وللتوعية بأهمية دور موردي المقاصف في تقديم تغذية صحية للطلاب وتعزيز الصحة والرفاهية في المجتمع. مشاهدينا الكرام، إلى عالم التكنولوجيا. شباب في مقتبل العمر قاموا باختراع مشروع تطبيق المزرعة الذكية، وذلك تحت إشراف النادي العلمي القطري، تختص ببرمجة البيوت الخضراء بهدف توعية الشباب والمساهمة في تحقيق رؤية قطر لتعزيز اقتصاد قائم على المعرفة. نعم يا عبد الرحمن، وللحديث عن هذا الاختراع يسرنا أن نستضيف معنا في الاستوديو مبتكرين هذه التقنية السيد محمد جابر الجابر، وأيضا السيد حمد عبد العزيز الصميطي، والسيد علي خالد الدرويش. يا هلا ومرحبا فيكم. يا مرحبا بكم. معكم الطالب محمد الجابر، مشارك في ورشة المزرعة الذكية. نعم فيه. عرفنا. حمد عبد العزيز الصميطي، بعد مشارك معنا في المزرعة الذكية. نعم. علي خالد الدرويش، شاركت في دورة المزرعة الذكية. نعم، في البداية ما هو شعوركم بعد إنجاز هذا المشروع المزرعة الذكية؟ أكيد شعور حلو أنك تشارك في مثل هالمشاريع اللي تساهم بتحسين وتجعل البيئة عندك أكثر استدامة، فهو يعني يعتبر إنجاز وشعور حلو. نعم، ما هو شعورك؟ شعوري كان فخر، لأن هذا المشروع تساعد قطر. نعم. بالمستقبل، وتساعدنا على التطور بالمجال الإنترنت الأشياء. نعم، علي؟ طبعا الشعور هو بعد الفخر باني بساعد دولة قطر لتنمية قطر ل 2030. نعم، يا مرحبا بكم، السلام عليكم، الله يوفقكم ان شاء الله في هذا المشروع. محمد، ببدا معك، يعني اول شيء انت وربعك شلون بديتوا هذا المشروع؟ كم استغرق الوقت انكم تنشؤون هذا المشروع؟ واعطونا نبذه عامه عن هذا المشروع. اول شيء المشروع خلصناه في اسبوعين، وبدينا في اول شهر 7، وكنا احنا 10 اشخاص
خمسة وخمسة متوزعين على مشروعين، كل خمسة سووا مزرعة ذكية. تمام. زين حمد، كم يعني كم واحد اشتغل على مشروع المزرعة عندكم؟ كان في فريقين في المجموعة، حنا كنا تسعة. تمام. بس تقاسمنا فريقين وكل فريق سوى مزرعة، فتقريبا فريق كنا خمس شغالين على المزرعة. نعم. طيب لو نتكلم على هدف المشروع، يمكن عندك يا علي يعني ايش الهدف من هذا المشروع؟ شلون جاتكم الفكرة؟ انتم كمجموعة مخترعين او ان شاء الله مبدعين باذن الله تعالى بالتعاون مع النادي العلمي القطري. طبعا احنا عرفنا في دولة قطر الحرارة زايدة. صحيح. من الجو، فبهذا المشروع ان شاء الله نقدر نصفي الجو وننمي البيئة. نعم. محمد تكلمنا شوي عن هذا المشروع، يتكلم عن ايش، كيف طريقة استخدامه، ايش يتكلم عنه؟ يعني ممكن واحد يسأل يقول تطبيق المزرعة الذكية، يعني اعطنا نبذة عامة، كيف يتكون المشروع، من ايش يتكون وكيف آليته؟ اول شيء المشروع هي مزرعة ذكية يتكون من حساسات واجهزة تكنولوجية وهندسية حديثة. نعم. شلون طريقة عمل المشروع؟ اول شيء عندك حساس الرطوبة وحساس الحرارة، زرعناها في المشروع، وحساس الرطوبة إذا ارتفعت الحرارة وقلت الرطوبة يروي بروحه. زين زين، وشون يعني يشتغل هذا التطبيق؟ يعني أنت شرحت لنا عن مزايا هذا التطبيق، بس شون يشتغل؟ يشتغل عن طريق إنترنت الأشياء وبرمجة الألواح الذكية. زين يعني والمرحلة اللي يستغرقها، هل أنت تحط له وقت معين، تحط له جو معين، قياس معين للجو؟ تدري العوامل الجو كثيرة، منها حرارة وطقس وضغط جوي، وأيضا زيادة الأملاح عندك في التربة. مثل ما قلت لك المراحل، أول شيء بنينا قالب هندسي من القزاز، ثاني مرحلة برمجنا الألواح الذكية ولحمنا فيها الوايرات اللي نحتاجها. تمام. وثالث مرحلة هي مرحلة أنك تحط التربة وتحط النبات وتزرع الحساسات في التربة، وبالتالي تسقي بروحه. تمام. حمد، يعني لو نتكلم عن المشروع، أكيد كل واحد له جزء من المشروع، أو كل واحد مساهم في المشروع. يعني محمد إيش كان عمله، وأنت يا حمد وعلي؟ فحنا كلنا اشتغلنا على المشروع، بس أنا شغلي كان هو برمجة الحساسات والمحركات. اي بس الحساسات لازم تقول له ايش يسوي اول شيء، فلازم برمجه باستخدام لغه البرمجه السي اللي علمونا اياه النادي العلمي وعلمونا كيف نسويه. ومحمد الجابر هو شغله كان يلحم الوايرات وشي، كل هو لحم الوايرات وشبك السنسورات مع المزرعه. وعلي يعني تقول الموصلات مثلا او التوصيلات عند محمد. وعلي كان شغله اشتغل مع القزاز نفسه، هاي المزرعه نفسها لما يحطون تربه فيه. علي ليش اخترت هذا الجزئية من المزرعة؟ هم اللي وزعوا. نعم. هل هو يعني هذا من الأشياء اللي أنت يعني تبدع فيها؟ إيه نعم، السي إن سي أنا كنت أبي أتعلمه، فقلت لهم حطوني في المكان عشان أتعلم. تمام. وش استفدت من وش اللي تعلمته؟ قول لنا شو اللي تعلمته وشون طورت مهاراتك، ومن شجعك عليه؟ طبعا اللي شجعني عليه هو الوالد والوالده، يعني ما قصروا، قالوا لي روح وتعلم اشياء جديده. نعم. فشفت فعلا وعجبني وشاركت فيه بس. تمام. هل شفت ان العمليه معقده مع الماكينه ولا 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 سهل؟ انا اعرف ان هذا العمل يعني جدا دقيق، جدا يحتاج لتركيز عالي، لان اي خطا راح يصير تسريب. هو نعم شوي له صعوبه، لكن الحمد لله سهلات يعني ومرت الحمد لله. طيب محمد، ايش ابرز الصعوبات اللي واجهتوها يعني خلال هذه المرحله؟ انت ذكرت انه كان في مجموعتين، خمسه اشخاص يقومون على نفس المشروع، لكن مشروعكم هو اللي نقول انه حاز على اعجاب او ثقه النادي العلمي القطري، وايضا تم اختراع هذا المشروع. ابرز الصعوبات اللي واجهتوها انتم؟ الصعوبات اللي واجهناها في تركيب وتلحيم الالواح الذكيه، لان الصراحه اكثر من مره احترق علينا اللوح الذكي واحتجنا لمساعده المهندسين في النادي العلمي، لكن بمساعده المهندسين تخطينا هالصعوبات ولله الحمد. طيب ايش المشكله؟ مشكله الالواح يعني ليش كانت تحترق؟ مشكله الالواح ان الله يسلمك جهاز التلحيم اذا قربته وما عندك خبره في تلحيم الالواح، احنا طلاب وجايين نتعلم في النهايه. صحيح. نعم. لذلك اللي يعني يخطي هو اللي يتعلم، احنا اخطينا
وقربنا الجهاز التلحيم من اللوح. نعم. وصار اللي صار واحترق، لكن مساعدة المهندسين تعلمنا من الخطأ واجتزنا هالمرحلة. يعني ما شاء الله مشروعكم كل العالم قاعد يقبل على هذه المشاريع، تعرفين الضغط والتغير والتصحر اللي يضرب العالم. هناك فعالية قادمة إن شاء الله لمدة 6 أشهر وهي إكسبو قطر أو إكسبو دوحة للبستنة في حديقة البدع، هل بتشاركون بتحطون مشروعكم من ضمن المشاريع اللي موجودة؟ احنا كلمنا النادي العلمي وإن شاء الله راح نحاول أن نشارك في هالمشروع. نعم. وإحنا لنا الشرف إحنا نراوي هالمشروع للعالم. نعم. لأن هاي جزء من أهداف قطر اللي هي استدامة البيئة. نعم. حمد خلينا نتكلم على تطبيق الحين، لما انتوا تركبون الموصلات، يعني هل هذه الموصلات او هذه الالواح الذكيه ركبتوها يعني واختبرتوها وكان كل شيء سلس، اليه التطبيق تكون عند من؟ هل هو عند مالك المزرعه نفسه او عند الشخص اللي مكلف بمهام من هذه المزرعه؟ كيف يستخدم التطبيق؟ هل هو عن طريق مثلا اللوح مثلا ايباد او الالواح الذكيه، ولا عن طريق مثلا جوال؟ كيف اليه ممكن الواحد يستخدم تطبيق المزرعه الذكيه؟ حنا استخدمنا سوينا تطبيق باستخدام برنامج اسمه بلينك. هاي بلينك يساعدك على تسوي برامج الانترنت الاشياء. الادوات الانترنت الاشياء كيف يشتغل؟ كيف هي السنسرات والمحركات تقدر تشبكهم من الانترنت للتطبيق، فهاي بلينك يساعدك تسوي كذا. ففي التطبيق عندك كل شيء، معلومات كل شيء عن المزرعه، والتطبيق نفسه لو يشوف انه في مشكله مع المزرعه، الماي ناقص من المزرعه ولا ما في اكسجين بالتربه، هي نفسها بتشتغل مع المحركات عشان تعدل هاي المشكله. يعني هي اليه، إيه؟ يعني تقريبا اوتوماتيك، يعني اي نقص او شيء هي اللي يعني تقوم بعمل معالجه هذا الشيء. اي تقريبا. وبعد انت كمزارع تقدر تدخل على التطبيق نفسه تشوف شلون حراره المزرعه، وش كميه الماء داخل التربه بالمزرعه، كميه الاكسجين وكذا، عشان تشوف لو الوضع تمام ولا مو تمام. طيب هل في شروط مثلا من صاحب المزرعه نفسه عشان مثلا يحط هذا الاختراع او يجرب هذا الاختراع او هذه المزرعه الذكيه؟ يعني ايش الاشياء المهمه اللي لازم يسويها عشان يطبق هذا التطبيق؟ الأشياء المهمة بس إنه يتأكد إن السنسرات والمحركات ما يخربون، يعني يحطهم عدل شوي شوي، مو بأن يسوي أي شيء، والتطبيق نفسه يحمله على جواله، بس هذا الشروط بس. يعني السناصر جدا حساسة، يعني لدرجة إنك عبد الرحمن إذا مسكتهم بيدك يعني يتعطل، بعضهم يتعطلون من ملمس اليد على السنسر، هو الحساس نفسه اللي يكون مغطى، يعني لو تلمس مكان غلط يعني كذا يكون ما زين. هل جربتوه في أجواء أخرى؟ يعني أقصد أنه تدري هالأيام ما شاء الله الجو يتغير، الضغط يتغير، وهو ضغط الجو هي يعتمد على درجات الحرارة، يعني تشوف أنت الدرجة 32 لكن الشعور به 40. إيه. فمدى تعامل الحساس نفسه وطريقة برمجياتكم في التطبيق مع المزارع ومع المزرعة؟ الحساس نفسه جربناه الحين بس قبل أسبوعين، جربناه مرة. نعم. واحدة بس جربناه في الحر. اي في الحر. نعم. بس واشتغل عدل عندنا، يقول لك الجو وش الجو في المزرعة، وش. نعم. كمية الماء بالرطوبة وكمية. نعم. الأكسجين بالرطوبة. وهي نفسها تعدل من نفسها. نفسها تعدل. نعم. المزرعة. علي خلينا نتكلم على موضوع التجربة، هل أنتم جربتوها على مكان مفتوح كمزرعة مفتوحة يعني الشمس تضربها بشكل مباشر، ولا على البيوت المحمية أو الأماكن المسكرة؟ لا احنا جربناه في مزرعة كانت في النادي العلمي. نعم. كانت الشمس مباشرة على المزرعة بس. نعم. في أي أخطاء صارتكم أو أي ملاحظات مثلا لما طبقتوا هذا الشيء؟ كان في شوي صعوبات لكن الحمد لله عديناها ومر المشروع بنجاح الحمد لله. زين محمد، إلى أي مدى شفت التعاون من النادي العلمي؟ أول شيء أحب أشكر النادي العلمي لأنه جدا تعاون معنا في هالمشروع. نعم. والنادي العلمي معروف بإنشاء الدورات العملية أكثر من الدورات النظرية. نعم. لذلك أنا أنصح الشباب أنهم يدخلون النادي العلمي حتى لو ما عنده خبرة أو ما عنده يعني شغف، لكن إذا دخل وشاف هالأمور يمكن يكتشف موهبة تكون مدفونة عنده. نعم. حمد، كلمة توجهها للمشاهدين وللنادي العلمي. المشاهدين أول شيء إذا عندك مجال شارك في نادي العلمي شارك، لأن نادي العلمي تساعدك تطور نفسك وتطور شخصيتك أصلا، تعطيك علم اللي ما تلاقيه في قطر في أي مكان ثاني. نعم. والنادي العلمي نفسه بيشكرهم على هاي المعلومات اللي أعطيتني إياه،
والله المعلومات ما لقيتها في مكان ثاني، ما لقيتها بالانترنت ولا باليوتيوب ولا في اي مكان، ما تقدر تلاقيه في قطر الا في نادي العلمي، انهم جايبين مهندسين برا عشان يعلمونا بس. نعم. الله يعطيك الصحه والعافيه. علي، كلمه توجهها للمشاهدين للنادي العلمي اللي وقفوا معاكم وربعكم يشاركون بعد؟ في اثنين من ربعكم مشاركين، وجه لهم كلمه بعد يستاهلون منكم. انا اشكر النادي العلمي عن انهم وفروا هاي الدوره، واشكرهم على الدورات الثانيه بعد اللي سووها وتنفعنا يعني كشباب. نعم. شكرا لمحمد جابر الجابر وايضا حمد عبد العزيز الصميطي وعلي خالد الدرويش مخترعين، الله يعطيكم الصحه والعافيه والله يوفقكم ان شاء الله. اياك موفقين ان شاء الله. مشاهدينا الكرام مستمرين معكم، لكن نذهب الى هذا الفاصل ونتابع بعد ما تبقى من برنامجنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد بعد هذا الفاصل. عقدت وزارة الداخلية ندوة بعنوان بدائل العقوبات السالبة للحرية، سلطت فيها الضوء على فائدة هذه البدائل وأهميتها في إصلاح المحكوم عليه. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. تعزيزا لجهود مؤسسات العدالة الجنائية في تطبيق العقوبات البديلة، عقدت وزارة الداخلية ندوة بعنوان بدائل العقوبات السالبة للحرية، وذلك بنادي الضباط في مقر الإدارة العامة للدفاع المدني وسط حضور عدد من كبار المسؤولين والضباط بوزارة الداخلية. تهدف هذه الندوة إلى إلقاء الضوء على أهمية بدائل العقوبات السالبة للحرية وعلى أهم الإجراءات التي تمت بشأنها. كذلك تم التطرق لأهمية بدائل العقوبات السالبة للحرية ومناقشتها في أغلب المؤتمرات والندوات الدولية، كان أهمها مؤتمر الأمم المتحدة للعدالة والجريمة والذي يقيم في الدوحة في عام 2015. كان من أبرز توصياته إجراء مراجعة للسياسة العقابية وكذلك مواجهة مشكلة الاكتظاظ في السجون. ندوة اليوم تنقسم إلى جلستين، الجلسة الأولى يتم التحدث والتطرق فيها بالنسبة للأمور الاجتماعية المتعلقة للعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، وفي الجلسة الثانية سوف يتم التطرق للجانب القانوني للعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، للوصول في نهاية المطاف إلى أهم النتائج والتوصيات التي تخدم هذه البدائل للعقوبات السالبة للحرية، بحيث كيف يكون المحكوم عليهم بهذه العقوبات المستحدثة بأن يعودوا إلى أفراد صالحين في المجتمع. الندوة التي نظمها مركز البحوث والدراسات الأمنية بأكاديمية الشرطة بالتعاون مع إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية تركزت محاورها في التعريف بآليات تفعيل العقوبات البديلة والاستفادة منها في مكافحة الجريمة والحد من الخطورة الإجرامية وسبل تعزيز جهود مؤسسات العدالة الجنائية في تطبيق العقوبات البديلة وتحديث المنظومة القانونية ذات الصلة. مشاهدينا الكرام ننتقل الآن إلى فندق شيراتون الدوحة، حيث تحتفل كلية وائل كورنيل للطب بارتداء طلابها المعطف الأبيض. تفاصيل مع نديب قناة الريان مشعل الحسن. يا هلا ومرحبا فيك يا مشعل. اولا امسي على زملائي في الاستديو وامسي عليكم ايضا السادة المشاهدين. ونعم اعزائي المشاهدين، اليوم احنا متواجدين هنا في قاعة الدفنة بالشيراتون، حيث ان جامعة وائل كورنيل قاعدة تنظم حفل تسلم المعطف الابيض وايضا السماعة. ولتفاصيل اوفى معانا طلاب راح يشاركون ان شاء الله وراح يكونوا من طلاب جامعة وائل كورنيل. اقول مساكم الله بالخير وشرفينا باسمك. السلام عليكم، انا دانا العبد الله من جامعة وائل كورنيل. يا مرحبا بك، نبي نعرف شعورك اليوم وانت مستلمه هالمعطف الابيض والسماعه. صراحه الشعور وايد حلو، شعور رائع، تعبنا وايد الثلاث سنين اللي راحت، واكيد هاي فخر لنا ولبلادنا ولاهلنا ان وصلنا لهالمرحله، وان شاء الله نكمل على خير الاربع سنين الجايه وان ان شاء الله في بلادنا ان شاء الله. شنو ناويه تتخصصين؟ نعرف ان الطب فروعه واسعه ومجالاتها وايد، شنو التخصص اللي ناويه تدخلينه؟ اسنان، نقدر نقول قلب، جراحه؟
أنا حاليا وايد رحت المستشفى صراحة وعجبوني 3 تخصصات. أول شيء جراحة العظام، وايد حبيت التخصص. بعدين جراحة أعصاب إن شاء الله، أو جراحة تجميل، فإن شاء الله تشوف أي واحد منهم. واحد من هالثلاثة إن شاء الله. جراحة لازم يكون جراحة. إنزين نبي نعرف أيضا شنو يعني لك الطب اليوم؟ ليش اخترت الطب؟ هل كان اختيار شخصي ولا الوالدة في البيت قالت لا بنتي دكتورة تطلع دكتورة؟ لا الطب كان اختيار شخصي صراحة، مع دعم من العائلة أكيد ومن الدولة، ما يقصرون معانا، بس كان اختيار شخصي. أنا وايد وايد أحب هالتخصص، وثلاث سنين اللي طافت من كثر يعني ما أحب أنا هالتخصص كنت أقضيهم في المستشفى أحاول أتعلم ونشتغل مع مرضى وهالشيء، فهو اختيار شخصي وما أندم عليه كلش. نحتاج أكيد أطباء قطريين أكثر في مستشفى حمد، فاختيار شخصي. يعني كان عندك تجربة عملية قبل تدخلين حاليا جامعة وايل كورنر؟ هو أنا أختي عندها، هي تعبانة يعني، فأنا كنت أروح معها المستشفى، وايد احتكينا مع أطباء وشفنا المستشفيات جو المستشفى، فحبيت الشغل اللي يقدمونه الدكاترة للمرضى وشون يغيرون حياتهم، فحبيت أدخل تخصص. إنزين ليش جامعة وايل كورنر؟ شو اللي يميز جامعة وايل كورنر عن باقي الجامعات اللي موجودة بالطب؟ جامعة وايل كورنر هي من أحسن جامعات في أمريكا، تسن آيفي ليج، هالشيء أكيد كان أول خيار لي، وبالدوحة عند أهلي بدعم أكيد من الدولة وكل شيء، بس أحلى قريب مع الأهل، وبعدين عشان نقدر نروح مستشفى حمد أي وقت نبي نتعلم. أنا وايد أحب مستشفى حمد صراحة، أعتز باللي يقدمونه لبلادنا يعني. أكثر شيء يعجبك في الطب، بما أن الطب مهنة أخلاقية حتى في مصر وفي بعض المجتمعات يسمون حتى الممرض ملاك الرحمة، شنو الشيء اللي يعجبك في الطب أو يجذبك وايد؟ أحب تعامل الدكاترة وشون هم وايد يعني زينين، وإنسان يكون الدكتور إنسان مع المريض، هالشيء وايد وايد أحبه. ما يشوف نفسه يعني على المريض، ما يوقف فوق سريره ويقول له كذا وكذا. مثلا في أشغال ثانية ما في وايد احتكاك بين الأشخاص اللي يشتغلون مع بعض، بس في الطب هاي مو موجود. أحب أن أكون يعني أقدم شيء لشخص آخر، أعطي المساعدة بشكل عام. الله يعطيك العافية وشكرا جزيلا. وننتقل إلى أحد الطلاب اللي موجودين أيضا، شرفنا باسمكم، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، معاك محمد خليفة البدر. نعم محمد، اليوم ليش اخترت وايل كورنر عشان تدخلها لهالمجال؟ والله وايل كورنر هي جامعة عالمية أول شيء، وكان أول خيار بالنسبة لي، واللهم لك الحمد تم قبولي من أول مرة، فأنا أحمد ربي أن دخلت وقبلوني هالجامعة، جامعة عالمية وتفتح لي مجالات كثيرة، بعدين أقدر أسافر أمريكا وتخصص هناك وأرجع بعدين أخدم بلادي إن شاء الله. شنو شعورك اليوم؟ أبيك تقرب لي شوي، ما عليك أمر، شنو شعورك وانت لابس البالطو أو المعطف الأبيض والسماعة وداش هالجامعة؟ والله شعور أو شيء الفخر أن أهلي يشوفوني لابس البالطو الأبيض مع السماعة، وثاني شيء مسؤولية تجاه المجتمع تجاه الأهل، أني أنا أسعى أني أخدمهم إن شاء الله في المستقبل، وهاي حط في بالي مسؤولية أني أشد حيل إن شاء الله خلال السنوات الجاية عشان أنفع بلادي إن شاء الله. زين أبيك تقول لي أيضا هدفك وكلمة أخيرة للطلاب اللي ودهم يدخلون طب من الطلاب القطريين. أو شيء تجاه كل حد أصلا يدخل طب، تخصص صعب بس الواحد لازم يشد حيله عشان يرفع اسم بلاده ويخدم بلاده، فأنا ما أشجع كل هالقطر اللي بيتخصص طب يقدم على وايل كورنر وإن شاء الله يقبلونه، أو جامعة قطر، لا محتاجين دكاترة قطريين وإن شاء الله يخدمون وينفعون البلاد. الله يعطيك العافية، ما قصرت. ونعم أعزائي المشاهدين، هذه كانت آراء الطلاب اللي بيشاركون إن شاء الله في حفل تسليم المعطف والسماعة، ونتمنى لهم التوفيق، كل التوفيق. والآن نرجع بالصوت والصورة إلى زملائي في الاستديو، الكلمة عندكم. شكرا لنديب قناة الريان الفضائية مشعل حسن. مشاهدينا الكرام، نبقى في أجواء التعليم، حيث اختتمت أكاديمية قطر للمال والأعمال النسخة الثانية من برنامجها الصيفي أصول المستقبل، والذي أقيم بالشراكة مع مصرف قطر المركزي ورعاية من مركز قطر للمال وعدد من المؤسسات المالية والبنوك. نتابع. تعزيزا لمعرفة طلبة وخريجي الثانوية العامة بالقطاع المالي والمهن المتنوعة التي يوفرها القطاع، شهد المقر الرئيسي لمركز قطر للمال إقامة حفل تخرج برنامج أصول المستقبل،
الذي نظمته أكاديمية قطر للمال والأعمال، وذلك بالشراكة مع مصرف قطر المركزي. برنامج أصول المستقبل هو برنامج صيفي إثرائي طرحنا لطلاب الثانوية العامة وحديثي التخريج، نساعدهم أنهم يعرفون جميع المجالات والخدمات المقدمة في القطاع المالي والمصرفي وأيضا في ريادة الأعمال والاستثمار. البرنامج كان عبارة عن أسبوع لمدة 5 ساعات، وبإذن الله راح نخرج في النسخة الثانية 33 طالب وطالبة. هذا البرنامج الذي عقد بالتعاون مع مختلف مؤسسات القطاع المالي والمصرفي في دولة قطر، هدف لمساعدة طلبة وخريجي الثانوية العامة على التعرف على القطاع المالي من خلال التعلم النظري والتطبيق العملي لاكتشاف خياراتهم المهنية في هذا المجال. نعم مشاهدينا الكرام، والحديث عن برنامج أصول المستقبل من أكاديمية قطر للمال والأعمال، يسرنا أن نستضيف معنا في الاستوديو عددا من خريجي البرنامج وهم سلطان المالكي وخليفة الكعبي وعبد الله القحطاني. هلا ومرحبا فيكم. هلا فيك. يا مرحبا فيك. في البداية حدثنا عن أسباب مشاركتك في برنامج أصول المستقبل وليش؟ والله أول شيء أنا حاب أصلا أجرب شيء جديد علشان أصلا أعرف وش التخصص اللي بدخله في المستقبل. نعم. بس هل شنو السبب عشان أدش؟ نعم. سلطان، هل في شيء يعني جذبك صوب المال والأعمال، ولا هي بس عبارة عن نقول رحلة بحث، يعني الواحد يدور شو اللي ممكن التخصص اللي يميله؟ هو رحلة بحث عشان أعرف شنو التخصص اللي بدشه في المستقبل وفي الجامعة، وعشان أعرف شلون البنك يشتغل وشلون من هالناحية. والفلوس شلون تحرك؟ إي بالضبط. نعم. خليفة، أسباب مشاركتك؟ والله أنا أول شيء دشيت عشان أتعلم أشياء جديدة. نعم. والأشياء بتفيدني في مستقبلي، يعني مثلا عندك البنوك إذا كبرت تعلمت شلون أفتح حساب بنك. نعم. وشلون البنك يدرون الأشياء، ونتعلم الطريقة الصحيحة حق البنك. نعم. عبد الله، قل لنا أسباب مشاركتك في البرنامج في أصول المستقبل وليش؟ أنا من كل تخصصاتي اللي تعلمت عليها وشاركت فيها كان يعني إن المالية أقل شيء شاركت فيها. نعم. فكنت بتعلم فيه أكثر وإني أدرس عليه أكثر عشان في المستقبل إن شاء الله أفتح لي أكاونت ولا أسوي شيء. نعم. عن المالية وغيرها. ما شاء الله. نعم. يعني أنت أخذت أكثر من دورة أصلا في مجالات مختلفة يعني. إيه. الله يوفقك إن شاء الله. سلطان، لو تكلم عن ورش، يعني رحتوا هذه الأكاديمية كان في برنامج صيفي، كلم عن ورش خلال الدورة، الموضوعات اللي أعطوكم إياها، الأشياء اللي درسوكم إياها. والله أول شيء رحنا بنك مصرف الريان، أول شيء تعلمنا شلون يديرون الفلوس وشلون يتعاملون ويا مثلا خلينا نقول الهاكرز ومن هالناحية، وشنو الوظائف اللي متوفرة عندهم. شو اللي جذب بنظرك يعني أول ما رحت البنك؟ ممكن ما عندك خلفية مثلا عنه، رحت وشفت صحيح. الوضع غير ممكن عن تفكر فيه مثلا؟ والله الأمانة ولا نفس التفكير كان ولا؟ لا ما كان نفس التفكير. أنا أكثر شيء يعني جذبني صراحة في بنك كيومبي، هاي أكثر بنك يعني اللي فهمت منه، فهمت شو اللي قاعد يصير في البنك أكثر عكس الريان. طيب إيش اللي يصير يعني؟ عطنا نبذة يعني إيش اللي كان يصير؟ يعني علمونا عن فرق بين الديبت والفيزا، ومن شلون نتعامل ويا الناس اللي تدي تبي تبيع فلوسهم، مثلا خلينا نقول فوق مبلغ 100,000 لازم يسألك شنو السبب اللي تبي، من وين جبت مصدر الفلوس. نعم. أيوه. نعم. زين سلطان، الأنشطة اللي كنتوا تسوونها فردية ولا جماعية؟ جماعية. زين قل لنا عنها، يعني شلون طريقة العمل؟ عندنا نسوي كل جروب، عندنا طبعا الاولاد بروحهم والبنات بروحهم. تمام. ونتجمع نتكلم عن المواضيع اللي يعطونا اياها او عن الدراسات، الحوار الدراسه. على سبيل المثال عطنا واحد من المواضيع. يعني المواضيع اول شيء ان شلون نحل المشكله الرقميه، عطونا تحدي ان نسويه نرسم 9 دوائر. نعم. لازم نغطي الدوائر ب3 خطوط بدون ما نشيل يدنا عن القلم. ممتاز. وهاي تمنا خدنا فيه حوالي 20 دقيقة، ولازم تستشير اللي حولك شلون تحل المشكلة، وهاي الشيء علمنا إن شلون نعتمد على اللي حولنا بس ما نعتمد على نفسنا. نعم. جميل. يعني هذا يعلمكم على العمل الجماعي، إنك أنت ما تشتغل بروحك، أنت في عمل جماعي وكلكم تكملون بعض في. نعم. هذا الموضوع. عبد الله، مثل ما ذكر سلطان، يعني
الأنشطة والورش اللي الموضوعات اللي جذبتك أنت؟ إيش الأشياء اللي شد انتباهك وتعلمت منها؟ كان عندنا رحلة رحنا عن QMB عشان نتعلم أكثر عن QMB والمعلومات عنها وغيرها. واللي عجبني فيها يعني التخصصات كبر التخصصات الموجودة داخل QMB. عندهم الIT، عندهم المالية، عندهم يعني كل التخصصات. وجربنا نشوف يعني مكتب الأقسام وغيرها، شفنا يعني شفنا الأقسام الموجودة، المكاتب والأقسام اللي موجودة يعني. إيه طيب. وبعد روّنا البرامج اللي عندهم، نفس الانترنشيب اللي عندهم، وعجبتني صراحة يمكن أشارك فيها في المستقبل. إيش الشيء اللي جذبك بالذات يعني؟ أي موضوع اللي شد انتباهك أنت؟ الصراحة اللي شد انتباهي أكثر إنه عن تخصصاتهم الIT. في المستقبل إن شاء الله بتعلم عن الIT أكثر، ولأن عرفت إن عندهم يعني تخصصات الIT نفس السايبر والمعلومات، يعني عجبتني صراحة. عبد الله، من جوابك السابق احنا عرفنا انك دخلت اكثر من دورة، ما هي وين تشوف ميولك مع الدورات السابقة؟ صراحة مع الدورات السابقة حسيت ان احب اكثر يعني الاشياء البرمجية الهندسية وغيرها. نعم. النظم المعلومات بشكل عام. ايه بشكل عام المعلومات والكمبيوترات وغيرها واشياء شيء. نعم. فيعني الموضوعات والورش اللي قدمتوها وقدموها لكم، يعني زرتوا اكثر من بنك، انتم مصرف ريان وايضا بنك قطر الوطني. صحيح. حتى مصرف قطر المركزي. صحيح. وراح نتكلم عنه. يعني كان في موضوع اللي هو السيره الذاتيه سلطان، بالنسبه للطلاب هل فادك في هذا الجانب ولا لا؟ موضوع السيره الذاتيه. والله انا ما فهمت عليه، بس اكثر شيء شد انتباهي اللي هو مصرف قطر الوطني اللي هو QMB، بنك قطر الوطني. اي خليفة. والله نفس أخوك سلطان، ما فهمت شيء، حاولت أني أفهم موضوع السيرة الذاتية يعني ما عرفته له. إيه ما عرفنا له. وبس أنا أكثر شيء جذب انتباهي البورصة. وإن شاء الله مستقبلاً أشارك في البورصة وأتعلم إن شاء الله. عبد الله هني عندك بورصة وبنك وبنتكلم، لكن بنطلع معاكم ومع مشاهدينا الكرام فاصل قصير، نعود بعد لمتابعة حلقة الليلة، ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد بعد هذا الفاصل، ونتابع الحوار حول برنامج أكاديمية قطر للمال والأعمال مع ضيوفنا في الاستديو سلطان المالكي وأيضا خليفة الكعبي وعبد الله القحطاني. مرحبا بكم من جديد. وأيضا تنضم إلينا عبر الهاتف السيدة ابتسام الجهمية، أخصائي خدمات التوظيف والخريجين بأكاديمية قطر للمال والأعمال. يا مرحبا ومسهلا أستاذة ابتسام. في البداية لو نتكلم عن برنامج أصول المستقبل 2023 والهدف منه. مرحبا جميع ومساء الخير. بالنسبة حق برنامج أصول المستقبل، برنامج أصول المستقبل هو برنامج إسرائي صيفي لطلاب المدارس الثانوية حديثي التخريج من القطريين وأبناء القطريات. تم تنظيمه لمدة 5 ساعات يوميا لمدة أسبوع من تاريخ 13 حتى 17 أغسطس، ويهدف البرنامج إلى ضمان التعليم النظري والعملي للطلاب المشاركين وتوعيتهم ومساعدتهم في اتخاذ الخيارات المهنية المطلوبة في سوق العمل للقطاع المالي والمصرفي. وأيضا تم تصميم برنامج بالتعاون مع عدد من الجهات الرائدة في القطاع المصرفي والمالي، وأكيد كل الشكر للشريك الرسمي للبرنامج مصرف قطر المركزي والرعاة الرسميين مصرف الريان وبنك قطر الوطني ومركز قطر المال، وأيضا تعاون بورصة قطر. نعم. سيدة ابتسام، كيف اختلفت النسخة الثانية عن النسخة الأولى؟ تم إطلاق أول نسخة للبرنامج في عام 2022 بنجاح، تم استقبال العديد من الاهتمامات بعد ختام برنامج، وعليه تقرر فتح البرنامج سنوياً في إجازة الصيف قبل العودة للمدارس. نسخة هذا السنة تضمنت مقعداً أكثر، وحيث تم اختيار وقبول 33 طالب وطالبة من أصل 200. وأيضاً هذه السنة شملت زيارات ميدانية أكثر، وشملت العديد من الورشات المتنوعة في المتخصصة في المالية والبنوك والاستثمار وريادة الأعمال والتكنولوجيا المالية، وليس فقط الورشات النظرية ولكن العملية أيضاً.
نعم، أنت تكلمتي من ضمن السياق الكلام أنهم في عدد 5 ساعات يوميا لمدة أسبوع، لو تكلم تفصيل أكثر عن الأنشطة والدورات التدريبية والزيارات حتى الميدانية اللي تضمنها البرنامج. في اليوم الأول شمل برنامج ورشات مقدمة من أكاديمية قطر المال والأعمال عن المالية وخدماتها ومفهومها، وأيضا عن البنوك أنواعها، واختيار التخصص الجامعي المناسب لكل طالب وطالبة بناء على اختبارات شخصية وشرح للمهن المختلفة المتاحة في القطاع المالي والمصرفي، والتي يعني ليست بالضرورة أن تكون محاسبة وتدقيق وغيرها من التخصصات المالية، ولكن أيضا دور المهندسين والمصممين والإداريين في القطاع المالي والمصرفي. في اليوم الثاني تم تقسيم الطلبة إلى مجموعتين، وتم زيارة كل من مصرف الريان، وبدورة تم شرح مهام البنك وخدماته. نعم. وبنك قطر الوطني، واللي تضمنت أيضا زيارة ميدانية لأحد الفروع. في اليوم الثالث أيضا تم زيارة بنك قطر الوطني وتقديم ورشات عن ريادة الأعمال من مركز بداية والتكنولوجيا المالية من سكيب كاش في مقر الأكاديمية للمجموعة الأخرى. وأخيرا في اليوم الرابع تم زيارة بورصة قطر، وتم شرح سوق الأسهم القطرية وكيفية التداول والاستثمار. واليوم الأخير تم زيارة مصرف قطر المركزي، والذي بدوره قام بشرح دور مصرف قطر المركزي الرقابي والإشراف على جميع البنوك في دولة قطر. نعم. زين سيدة ابتسام، ليش استهدفتوا طلبة الثانوية بالذات يعني، وهل في النسخ المقبلة ممكن تكون البرامج للفئات الأخرى؟ بالنسبة لطلبة الثانوية هم حاليا في مرحلة تخطيط المستقبل الأكاديمي والمهني. نعم. واختيار التخصص الأمثل، فمن خلال الاطلاع ومعرفة مختلف المهن في القطاعات المالية المصرفية يمكن للطالب أو الطالبة تحديد التخصص الجامعي المناسب لأهدافهم. وأيضا بناء على قبول الطلبة من الفئات الأخرى سيتم دراسة إمكانية إعداد برامج مماثلة لهذه المراحل الدراسية مستقبلا، ولكن حاليا سيتم التركيز على هذه الفئة. نعم، شكرا جزيلا للأستاذة ابتسام الجهمية، أخصائية خدمات توظيف الخريجين بأكاديمية قطر للمال والأعمال، كانت معنا عبر الهاتف. شكرا جزيلا لك. أيضا نرجع لضيوفنا من جديد، سلطان وخليفة وعبد الله. يمكن في الختام لو نتكلم، نبدأ معك سلطان، ميولك بعد هذه الدورة هل بتكون في المال والأعمال، هل بتكون بالبنوك، محاسبة، تمويل، تسويق؟ والله بالأمانة إن شاء الله ظلك ولا للحين في تفكير؟ والله هو الأمانة إذا في يعني احتمالية أني أدخل بنك قطر إيش لا. نعم نعم نعم. خليفة بالنسبة لك؟ أنا بالنسبة لي لحن قاعد أكتشف. نعم. وهي الشيء له، وهالبرنامج ساعدني وايد إني أكتشف نفسي. نعم. وأعرف ميولي. نعم. وطبعاً في أشياء في البرنامج عجبتني وفي أشياء ما عجبتني. نعم. وفي أشياء إيجابية وفي أشياء سلبية. نعم. وإن شاء الله إن نشارك في البورصة وبنك قطر إذا الله كتب. إن شاء الله بإذن الله. عبد الله بالنسبة لك وين تشوف ميولك بعد هذه الدورة، خصوصا أن أنت خذيت أكثر دورات يعني في مجالات مختلفة؟ فلحين حسنا إن شاء الله أروح على مسار البرمجة والمعلومات. نعم. بس يعني يالت لي فكرة حق يمكن وين أبي أشتغل، نفس أن أشتغل في بنك قطر على مجال السايبر أو مجال المعلومات، الأمن السبراني يعني. الأمن السبراني. نعم. الله يعطيكم العافية، كل الشكر لسلطان المالكي وأيضا خليفة الكعبي وعبد الله القحطاني، خريجين برنامج أصول المستقبل من أكاديمية قطر المال والأعمال. الله يعطيكم العافية وموفقين إن شاء الله، ونشوفكم إن شاء الله في البنوك تحافظون فلوسنا. بإذن الله. بإذن الله. إن شاء الله كل التوفيق لكم. أعزائي المشاهدين، إلى موضوع آخر، نظم المركز الإعلامي القطري دورة تدريبية ضمن سلسلة أنشطته الصيفية، نتابع مع بعض التغريد التالي. ضمن سلسلة أنشطته الصيفية، نظم المركز الإعلامي القطري التابع لوزارة الثقافة دورة تدريبية في الفوتوشوب قدمها المدرب عبدالله سرور، حيث تم تعريف المشاركين بأساسيات الفوتوشوب وأدوات معالجة الصورة. حالياً هذه بتكون رابع ورشة بتكون عن فوتوشوب، بتكون مدتها 3 أيام، كل يوم تقريباً 2.5 ساعات أو 3 ساعات على حسب المجموعة بتكون تقريبا من 14 لين 16 شخص. بنحاول نعلمهم تعديل في الصور،
تحويل الصور من راو إلى جبك، ميلان الصورة، بيكون في شرح نظري وتطبيق عملي. البرنامج الصيفي للمركز الإعلامي القطري هذا العام جاء حافلا ومنوعا، ولم يقتصر على برنامج دون آخر، حيث إن المركز يعمل من أجل موازنة أنشطته التي يقدمها لتغطي أكبر فئة من أفراد المجتمع. نظمت وزارة الرياضة والشباب بالتعاون مع مركز مناظرات قطر مناظرة بعنوان دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الأفكار المتطرفة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. انطلاقا من خطة وزارة الرياضة والشباب لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف 2020-2025، نظمت الوزارة بالتعاون مع مركز مناظرات قطر مناظرة بعنوان دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الأفكار المتطرفة، وذلك في إطار مناقشة المفاهيم المتعلقة بالأفكار المتطرفة وآثارها على الشباب. انطلاقا من استراتيجية الوزارة شباب فاعل ومسؤول ذو حس وطني ومجتمع ممارس للرياضة، جاءت اليوم فكرة إقامة مناظرة بين الشباب القطريين بالتعاون مع مركز مناظرات قطر لاستقصاء آراء الشباب حول دور وسائل التواصل الاجتماعي في تبني الأفكار المتطرفة، لنشوف شنو رأي الشباب في سلبيات وإيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي، وهل هي ممكن تكون تتبنى الأفكار المتطرفة أو تأثر على المجتمع في أفكار معينة. اليوم لدينا مناظرة مع وزارة الرياضة والشباب، حيث قمنا بالتعاون مع مناظرات قطر، واليوم سوف يكون موضوعنا عن دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الأفكار المتطرفة، حيث سيكون في فريقين، فريق موالاة وفريق معارضة، ونحن سوف نتكلم عن ما هي الأفكار المتطرفة وما هي أساليب دور وسائل التواصل في نشر هذه الأفكار بين المجتمع، وما هو الفرق بين الماضي والحاضر. فنتمنى أن نكون يعني يكون لنا دور فعال في هذه المناظرة والتأثير على الجميع بشكل إيجابي. وتسعى وزارة الرياضة والشباب عبر إقامة هذه المناظرة إلى تعزيز الوعي لدى الشباب بمفاهيم التطرف والإرهاب والدور الذي من الممكن أن تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في تغيير الأفكار والمعتقدات، بالإضافة إلى أهمية وعي وإدراك الشباب القطري بالمفاهيم الخاصة بالتطرف والإرهاب أثناء استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل معها. وبهذا التقرير نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من ترحيب. لأي اقتراحات أو استفسارات وللتواصل مع فريق عمل البرنامج يمكنكم التواصل دائما عبر بريد برنامج ترحيب الإلكتروني، ويمكنكم متابعتنا أو المشاركة عن طريق حساباتنا على الفيسبوك والتويتر وإنستغرام وسناب شات، ونرحب باقتراحاتكم واستفساراتكم. وفي أمان الله، مع السلامة.